السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عاملين ايه؟ فيديو النهاردة هيكون وصفة بسيطة تقدري تتخلصي بيها من الروائح المزعجة بسبب الحر. طبعا احنا في الصيف بنحاول ناخد دش فترة يعني اكتر من العادي، يعني مثلا ممكن ناخد كل 3 ايام دش، نحاول نغسل جسمنا، نحاول نرطبه، بس برضو بنحس ان احنا جسمنا ريحته ما بتفضلش جميلة في الفترة دي. عشان كده النهاردة انا هقول لكم على وصفة سهلة وبسيطة ومش مكلفة قوي، يعني هتقعد معاكم فترة طويلة. اول حاجة هتحتاجوها من الوصفة دي المسك المكعبات ده اللي موجود في عند العطارين. هتحتاجي مكعب واحد، هتحتاجي منه حتة يعني، وهتحتاجي مسك خام، مسك ابيض خام، برضو بيجاب من عند العطارين او الناس اللي موجودين في الحسين بتوع العطور والحاجات دي. وهتحتاجي علبة قديمة فاضية ومغسولة، وهتحتاجي اي برفان انت حباه. لو انت مش حابه تحطي برفان فخلاص مش مشكله، انا عن نفسي هحط رشه خفيفه من برفان بحبه اسمه كشمير، برضو مخلط، وكلمتك قبل كده عن البرفانات المخلطه اللي انا كنت بشتريها من الحسين. اول حاجه هتعمليها هتجيبي المسك ده وهتبشريه، هتخليه ناعم كده، ناعم خالص. هو يعني القالب لما تمسكيه بتحسيه انه لزج شويه، بس هنعمل منه مثلا كميه بسيطه كده، نبشرها، هنحطها في العلبه، تمام. حاولوا تستخدموا حاجات بلاستيك وانتوا بتعملوا وصفات، اي كانت الوصفات اللي انتوا بتستخدموها، علشان ما يتفاعلش معاها اي حاجه، بلاستيك او ازاز. هناخد من المسك مقدار يخلي الباودر اللي جوه اللي احنا بشرينها دي كده، شايفينها اوضح، اللي احنا بشرينها دي تكون كريم، مش منوديه بس. هنحط شويه هنا كده الاول. بص هو تقيل ازاي، هو ده الفرق ما بين المسك الخام ومسك المخفف، ده بيبقى تقيل قوي كده ولزج. يعني في محلات لو رحتوا اشتريتوه هتلاقوه خفيف قوي، انا كنت جبت مره واكتشفت ان هو خفيف قوي. هقلب المكونات كده على بعض لحد ما يبقوا كريم. انا مزوده المسك هنا شويه، هفضل اقلبهم كده شويه لحد ما كل المسك المكعبات او الباودر بتاعت المكعب تدوب. اقلبها كده كمان، انا شايفه ان كده كويس. هحط بقى البرفان اللي انا بحبه، هحط منه رشة او رشتين بس خفاف علشان يديله ريحة زيادة، تمام. في مكون ثالث انا حابة احطه، لو انتم مش حابين عادي ممكن ما تحطهوش، بس انا حاسة ان هو هيبقى حلو جدا، وهو الجونسون بيبي باودر. ممكن تجيبوها من اي صيدلية، فانا هحط كميه صغيره من الجونسون بيبي باودر علشان المسك بيحب الحاجات الباودر اللي تتحط فيه. هحط تقريبا معلقه صغيره، تمام، وهقلب تاني الحاجات دي لحد ما تبقى كريم. طبعا وانتي بتخلطيهم هتحسي ان الروائح داخله في بعضها، مش تبقي قادره تميزي الريحه
الحلوة بتاعة المسك عشان انتي حاطة بيبي باودر وحاطة مسك خام وحاطة مسك القوالب ده وحاطة كمان البرفان الخاص بتاعك. فلو انتي حابة ان الحاجة ريحة تكون قوية مسك بس فممكن ما تحطيش اي حاجة تانية غير المسك القالب والمسك الزيت وبس كده. دي بقت كده كريمية شوية. لو انت خدتوها على ايديكوا هتعرفوا النتيجة عاملة ازاي. هحطها لكم هنا. بس هو زيت خالص ازاي. انت هتحطيه على بشرتك وهتدعكيه كده. شايفين الحتت اللي هي مش دايبة قوي في الكريم اللي هي الحتت من القوالب مش دايبة. مجرد ما بتفركيها كده بتروح. بصوا الزيت بتاع المسك جسم شربه بسرعة ازاي. اختفى من على ايديا يعني حتى مش باين المنطقة اللي بتلمع قوي والمنطقة اللي عادية. وبس ده كان الفيديو. دي كانت الخلطة. انتي هتسيبيها كده مش محتاجة انك تحطيها لا في تلاجة ولا تحطيها في اي حتة. انتي هتحطيها عادي في اوضتك او في مكان عادي يعني مش لازم تحط في مكان بارد. وبس ده كان فيديو النهاردة ويارب يكون افادكم. وان شاء الله اشوفكم فيديو جديد واشوفكم على خير. والسلام عليكم.